شكون الأستاذة فهيمة بن رجب ألقت كلمة نيابة عن عائلة المعتقلين أبناء بن رجب. أعلم أن القافية لا تستطيع وحدها إسقاط عرش الطاغية، لكنني أدبغ جلده بها دبغ جلود الماشية، حتى إذا ما حانت الساعة وانقضت عليه القاضية واستلمته من يدي أيدي الجموع الحافية يكون جلدا جاهزا تصنع منه الأحذية. والآن كلمة المعتقل الأستاذ خليل الحلواتشي تلقيها ابنته الناشطة الحقوقية وعضوة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان الأستاذة فاطمة الحلواتشي، فلتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى عليكم الصمود جميعا. أولا لابد وأن أشكركم على هذه الوقفة. لا زالت حكومة البحرين تمارس أساليب تعتقد بأنها ذات فعالية في تراجع الناس عن مطالبها العادلة بدولة تسودها الديمقراطية والحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية. تراوحت أساليب الحكومة الغير مجدية لاستخدام القوى المفرطة لمنع التظاهر، التعذيب وسوء المعاملة، استهداف أصحاب الكلمة والرأي عن طريق الاعتقالات التعسفية، المداهمات الليلية، الأحكام القاسية والتي تصل للإعدام، وقائمة تطول من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي دولة لا يزيد تعداد سكانها عن 500,000 باستثناء المقيمين، يوجد فيها ما يقارب 3,000 سجين سياسي أو معتقل رأي، إذ أن جميعهم سجنوا لا لتهمة جنائية ولكن بسبب توجهاتهم وأفكارهم أو لمعارضتهم لنظام لا يطبق القوانين الدولية التي تنص على حرية الرأي وإطلاق الحريات العامة. والدي خليل حلواتشي أحد هؤلاء الآلاف من معتقلي الرأي الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي ولا زال في الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2014 بتهمة صورية ومفبركة، حيث تمت مداهمة منزله واقتياده إلى مبنى التحقيقات الجنائية، وتعرض للتعذيب النفسي وسوء المعاملة والتهديد، وأيضا قائمة تطول من أساليب القمع التي طالت ولا زالت تطال النشطاء المعتقلين في البحرين. استمرت مماطلة القضاء بتأجيل قضيته والنظر بها، وبعد ما يزيد العام ستكون جلسته القادمة بتاريخ 21 يناير 2016 مع آخرين في القضية منهم حسين بوحمد وحسن الشيخ وشباب آخرين. من هنا يجب أن أذكر بعض الانتهاكات التي يتعرض لها ليس فقط والدي ولكن جميع المعتقلين معه من سوء معاملة وحرمان من العلاج، إذ أن البعض يعاني من إصابات أو أمراض ولا زالت تصلنا شكاوي بعدم السماح لهم بتلقي العلاج المناسب، ويتواصل الاستهداف والتضييق من خلال حملات التفتيش المستمرة، كان آخرها ما حدث الخميس الماضي بمعية الضابط منصور الكوهجي والملقب بفهد وأحمد العمادي، من تخريب وتكسير لمقتنيات السجناء وضرب عدد منهم واقتياد والدي خليل الحلواتشي لخارج محبسه وانقطاع أخباره لوقت إرجاعه ليلاً، وذلك فقط لرفضه المعاملة الإنسانية لزملائه المعتقلين. وترد المنظمة شكاوي عدة أيضاً من داخل سجن جو المركزي، كان آخرها حالات التسمم التي أصابت العديد من المعتقلين المحكومين، ولم نرى أي محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات. هذا التضييق على المعتقلين يعد سياسة متواصلة من قبل إدارة السجون بسبب استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
نواصل مطالبنا الإفراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف استهداف المطالبين بالعدالة والحرية والديمقراطية في البلاد، مع الحرص على أن يكون هناك محاسبة لمرتكبي الانتهاكات لعدم استمرارها. ولا بد للقيد أن ينكسر، فرغم الألم سيبزغ فجر الحرية بهذه الروح التي لا زالت مصرة على نيل حقوقها رغم الاضطهاد وشتى صنوف الانتهاك والقمع. شكرا لكم.